باسم عايزينك تشرح لنا النهارده يعني انجازات الاولمبياد الخاص المصري كلنا معا، دي خاصه بأنهي الالعاب؟ دي كانت لفته كريمه من برنامج الاولمبياد الخاص الاماراتي اثناء تنظيمه للالعاب العالميه في أبو ظبي 2019. اللفتة دي كانت يعني أول مرة تحصل على مستوى تنظيم مسابقات عالمية للأولمبياد الخاص اللي بيها. بعد ما البعثة غدرت أرض الإمارات ووصلنا لمصر، لقينا هدية جاية من برنامج الأولمبياد الخاص الإماراتي، واللجنة المنظمة للألعاب بيقول دي هدية تبقى متواجدة دايما في مقر الأولمبياد الخاص المصري، تم فيها رصد او تم فيها الميداليات اللي تم الذهب والفضه والبرونز وشارت المركز الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، حتى شارت المشاركه يعني على اساس تبقى تذكار على اقامه او تنظيم الامارات للالعاب القويه الكبيره اللي ابهرت بيها العالم دي، ودي شهاده حق مش مجامله والله في حقهم، على اساس تبقى موجوده داخل كل برنامج شارك فيه في بطولة العالم في الإمارات. عايزين برضو حضرتك تكلمنا عن الصورة وتقديم السيد الرئيس للجنة الأولمبياد الخاص المصري. خليني أقول لحضرتك إن طبعا ده تكريم سيد الرئيس لبعثة الأولمبياد الخاص المصري أثناء حصولهم على الميدالية البرونزية لكأس العالم لكرة القدم للإناث اللي كانت أثناء شيكاغو، اللي كانت أقيمت في أغسطس شيكاغو 2018، طبعا بحضور معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي آنذاك، ومهندس هاني محمود رئيس برنامج الأولمبياد الخاص المصري، والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، وطبعا الفريق الحضور أبرز ما فيهم طبعا أخي وزميلي الدكتور إكرامي الجمال مدير الفني للفريق، كابتن فايزة حيدر نجم مصر في كرة القدم النسائية، والبنات أعضاء الفريق. ده كان الهدية ده طبعا ده الوسام نفسه اللي تم استلامه من وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، هو ده الوسام اللي تم استلامه، طبعا كان فيه شهادة كمان المرفقة للوسام. ده كان أعلى تكريم أخدناه من السيد الرئيس اللي ادانا دفعة لا محدودة بعد كده للمشاركة ولتنظيم الأحداث اللي كانت 2019 حتى شهر يناير 2020 أثناء استضافة مصر للألعاب الأفريقية اللي كانت أول مرة تنظم في تاريخ الأولمبياد الخاص، اللي كانت برضو الحمد لله رب العالمين تحت رعاية فخامة السيد الرئيس. مهتم بالملف ده طبعا في كل المحافل الدولية، بيبقى حريص ان هو يبرز دور اصحاب الهمم. الحمد لله رب العالمين، ودي يعني دفعة قوية جدا جدا لبرنامج الاولمبياد الخاص المصري، وبرضو بتدي مدى مصداقية اداء البرنامج داخل جمهورية مصر العربية. وسام الجمهورية